evening and welcome to our special show at the grand opening of Ferrari World in Abu Dhabi. It's the biggest indoor theme park in the world and it holds the name of the most wanted car in the world. You can celebrate with us tonight with fireworks, with cars, celebrities, music and much more. We have a lot of VIP guests in our studio, but before I rush to greet them, let's take a look at the start of this glamorous event. Time for our first guest, the million-dollar man, the man with thousands of questions and millions of viewers across the Middle East adore him. We're very, very happy to have with us George Erdahi. مساء الخير جورج. مساء النور. مساء النور. كيف حالك؟ يسعد مساك. اهلا ريا. اول شيء الحمد لله على السلامه. انت واصل من السعوديه وعم بتحضر لنا برنامج حلو صحيح؟ جيت من السعوديه فعلا، يعني من في اطار البرمجه اللي عم نعملها، الدوره اللي عم نعملها على بعض العواصم العربيه لاختيار متسابقين بهالبرنامج الجديد اللي اسمه مسابقة الجماهير. كنت بالرياض وبجدة وبدعيتوني انه اجي على هالعالم الجديد، عالم فيراري. فأنا سعيد جدا اني اكون معكم اليوم. جولت شوي بالمبنى، جولت الحقيقة وكتير هيك، مش بس اعجبت يعني انما دهشت بكل شيء شفته، لانه هذا شيء فريد من نوعه. طبعا ما في منه، مش بس بالعالم العربي، ما في منه بالعالم، لانه مثل ما فهمت انه فيراري انجزت هالعمل فقط في ابو ظبي ومش بايطاليا. يعني حتى بايطاليا ما عندهم شيء شبيه بهالعالم اللي 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 خلقوه، وهو طبعا بمساعده حكومه ابو ظبي. يعني هذه مش مبادره من فيراري بقدر ما هي مبادره من حكومه ابو ظبي وبتوجيه من سمو الشيخ محمد بن زايد ولي العهد. عندي خدمة صغيرة اطلبها منك اذا بتسمح لي. تفضلي. انت دائما بتكون مع المشتركين وانت بتسأله الاسئلة. ليلى فينا نعمل العكس، انا بسألك اسئلة. انا حاضر، بس ما تكون صعبة الاسئلة. كثير كثير صعبة. ريا شو بدي اربح بس؟ انا بربح بس. سيارتين فيراري. سيارتين فيراري؟ شو عم تحكي؟ هيك 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 سمعت اشاعات. سؤال اول، سطح عالم فيراري هو من الاكبر بالعالم، فكم سيارة فيراري بتسير فيه؟ 20,100، 9,800، 16,500 أو 5,000؟ السطح كله؟ كله. أكبر سطح بالعالم؟ كم سيارة فينا نحط عليه؟ شو بيعرف؟ حسب شو بدك. بطيني أنت الجواب، هاتي لشو. أنا لا، ساعديني. طيب أنت المشتري، فيني استعين بالجمهور؟ بستعين بصديق، بستعين بحدا؟ فيني اتصل بصديق؟ فيك تتصل أو أنت تعطيني الجواب. طيب ليكي، إذا أعطيتك أكبر رقم ما رح أخسر شيء. مش رح أخسر. 20,000 ومية؟ 20,100. هاي المية ما بعرف ليش المية. 20,100. روح. I've always wanted to do this. جواب نهائي؟ صح؟ صحيح؟ جواب نهائي. دولاب فيراري طلع صح؟ دولاب واحد. 20,100؟ صح ومية. أوف. It's a lot. طبعا طبعا. طيب سؤال تاني؟ تفضلي. عالم فيراري أبو ظبي هو أكبر مركز ترفيهي بالعالم وسجل رقم قياسي بعملية بنائه. حلو. كم لعبة ومحطة ترفيهية تم وضعها بتصرف الزوار خلال الست أشهر الأخيرة بهالفترة يلي كانت قياسية؟ 9, 22, 16 أو 9؟ بدي جاوبك أنا ليكي، راح أبعطيك الإجابات الأكبر. أكبر؟ شو أعلى رقم عندك؟ 22. أكيد؟ مش أكيد بس 22. أكيد؟ لا خسران. صحيح 22. شفتي؟ يلا على دولابين. صرت ربحان دولابين فيراري هلا. ثالث سؤال، اكبر حصان بالعالم بنشوفه على السطح كمان يلي هو شعار فيراري واكبر شعار بالعالم كمان، كم لتر من البويا الصفراء تم استخدامه لرسم هيدا الشعار؟ 20 لتر، 1200 لتر، 200 او 800؟ لكن في عندي صديق دهان، خليني اساله. تلفن له. والله ما بعرف عجد يعني. طب هيدا حزوره. الاسئله حلوه انه عم تعطوا معلومات للمشاهدين، بس انا ماني ما بعرف الجواب. مثل ما قلت قبل،
انه 1200 اعلى شيء، اعلى شيء دائما، اعلى شيء، اعلى شيء. طيب 1200 ارقام قياسيه وجينيس بوك. سؤال المليون او السياره، اوكي، عالم فيراري ابو ظبي بيحتوي على اسرع رولو كوستر بالعالم، بنسميه الفورمولا روسا. شفته؟ شفته هذا القطار السريع هيك اللي بخوف وسرعته 240. عرفت الجواب قبل ما اسالك. في سؤال عن هالجواب. شو سرعته الماكسيمم؟ 150 180 210 240. خلص بعرف الجواب. 240 لانه فيراري 2. لانه لا بختار انا الفيراري. اسمحوا لي اختار يعني. ميرسي كثير. ماشي، انا بدي تستاروسا يعني، بس تستاروسا حمراء. قديش حقها هي التستاروسا؟ ما بعرف، بس بفتكر اكثر من مليون. مليون دولار يعني. بفتكر اكثر. Now, so much for facts and figures. A few days ago, I spent a few hours here in Ferrari World, and you won't believe all the super celebrities that I met when I was walking around. Today is a very, very important day for Ferrari World. Two of the most famous and fastest drivers in the world are here, and they're going to be riding the simulator and the Formula Rossa roller coaster. Fernando Alonso and Felipe Massa are the top members of the legendary Scuderia Ferrari. And for that, they wanted to be amongst the very first visitors in Ferrari world. Of course, they know how to drive in a simulator, but do they know how it feels when you accelerate from 0 to 100 in only 2.9 seconds? Okay, here it is, the fastest roller coaster in the world, the Formula Rossa behind me. Now I'm gonna go down because two of the fastest drivers in the world are coming in to use it. Let's see if it's too fast for them too. Wow. The highest speed is 240 kilometers per hour. As being the fastest drivers, they should be accustomed to that speed. But have a closer look at their faces. The Formula Rossa is 2,000 meters long and 52 meters high, and it's the fastest roller coaster ever built in the world. Curious to hear how it felt. Okay, so that was so exciting. Yes, it was. Tell us a little bit how you feel when you get propelled at this speed. Yeah, it's an amazing feeling. Very similar to Formula One or even more. So even for us, it's quite attractive. Did you expect it to be that fast? No, I expect to be slower than it. How he was, and he's really, really quick. I mean, it's really impressive because you can feel massively the speed, you know. And I think for the people who doesn't know what we feel in the Formula One, they will feel even more. Absolutely. How exciting do you find Ferrari World? I mean, I could not believe it when I saw it. Yeah, it's quite spectacular. I think Ferrari is very big around the world, and I think this park shows many things about Ferrari. Many things about this, the history of Ferrari, and you know, I think people can feel really the passion for motor racing here, and you know, I feel quite shocked when I arrive here. Yeah, it's true. Well, it's something both of you must have had since you were little boys, right? Having something like that when you grew up would have been amazing, right? Yeah, I was a big Ferrari fan when I was a kid, and my first go-kart was red, so. To become a Ferrari driver is just a fantastic feeling. And when you come here in the park like that, as Fernando said, I mean, it's really, people can feel what it means Ferrari around the world. Thank you so much. Thank you. Thank you. Every day, everyone in the Middle East waits for this woman in particular to say good morning to them. Everybody loves her,
including me. She's my colleague, Lucien Amran. How are you, Lucien? Hi, dear, good evening. So amazing to have you here. Oh, thank you. I'm so happy to be here. First impressions of this event tonight. First of all, I would like to thank Ferrari World to invite me to this fabulous place. I heard a lot about Ferrari World, but you know, when I came here, what I saw, it's much bigger than what I thought before. It's a huge place and very nice, and something I think it's unforgettable for the people. Absolutely. Yep. You're going to stay with us? Yes, of course. We're going to have a small break and we'll be right back. I visited the park and it's really wonderful, something unforgettable. It's your turn now.